بعض الناس الذين نتحدث اليهم يقولون: سادخل النار ليعاقبني الله على ذنوبي ثم يغفر الله لي. الله سبحانه قادر على فعل ذلك بالتاكيد. إذا كان الله يريد ذلك فسوف يفعله. لأن الله سبحانه يقول: "لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط". فالله سبحانه قادر على ان يجعل الجمل يدخل في سم الخياط، وهو قادر كذلك على ان يخرجهم من النار. ولكن الحقيقه هي ان المؤمنين مصيرهم الجنه، وان الكافرين مصيرهم النار. هذه حقيقه لا تتغير. عاده في نهايه الكثير من الآيات يشير الله الى جنه الخلد والى النار. نعم، لان المؤمنين خلقوا ليدخلوا الجنه وقد جاءوا الى هذه الدنيا من الجنه فالجنه هي دارهم لذا فهم يعودون من حيث جاءوا اين كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقد كان في الجنه على مراه من الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان في الجنه قبل ان يخلق لقد جاء الى هذه الدنيا ثم عاد الى الجنة هذا لأنه لا يوجد هناك زمان ولا مكان هكذا هو الأمر يروي أبو هريرة فيصف سوقا في الجنة يقول الحديث: نأتي سوقا قد حفت به الملائكة لا يباع فيه ولا يشترى إذا في الجنة كل شخص سيحصل على ما يشتهيه ولكن لن يكون هناك بائعون ولن يحتاج أحد لأن يدفع المال. في الجنة إذا اشتهيت شيئا فسوف تحصل عليه. إذا رأى من في الجنة الطعام الذي يشتهيه فسوف يحصل عليه، وإذا رأى الملبس الذي يحب فسوف يحصل عليه. لن يكون هناك تسوق ولا أموال. كذلك ستصبح هيئات النساء والرجال واشكالهم كما يتمنون تماما وفي الحال